أحد المصلين عند نهاية صلاته يسلم على اليمين فقط، ويقول لا يسلم على الشمال إلا إذا كان معه جماعة. الرجاء إفادتنا عن ذلكم، هل هو صحيح أو لا؟ جزاكم الله خيرا. الأكمل والأحسن أن يسلم عن يمينه وعن شماله، يسلم تسليمتين في الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، وسواء كان مع جماعة أو وحده، سواء كان إماما أو منفردا. فالأكمل والأحوط أن يسلم تسليمتين من الصلاة، وإن كان بعض العلماء يرى أنها تكفي تسليمة واحدة عن اليمين، ولكن هناك من يرى وجوب التسليمتين، وبناء على ذلك فخروجا من الخلاف أن يسلم تسليمتين، وأيضا هذا أكمل وأكثر أجرا عند الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا.